السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم موضوعنا إن شاء الله على هذه النبتة الرائعة الجميلة المزهرة ذات ألوان رائعة، منظر رائع، اسمها نبتة الكليفيا. اليوم إن شاء الله غنعرفكم على هذه النبتة. نبتة الكليفيا من نباتات جنوب إفريقيا، واسمها العالمي كليفيا مينياتا، وهو مشتق من شخص إنجليزي اسمه كلايف. الكليفيا تنمو في بيئتها الطبيعية تحت الأشجار، ما يميزها أنها تزهر في بداية الربيع لمدة 4 إلى 8 أسابيع تقريبا، ولها رائحة عطرية جميلة، وتأتي الأزهار بلون أحمر قريب إلى البرتقالي، وقد تأتي بلون أصفر وهي مهجنة، ولكنها ستكون غالية السعر. ينمو هذا النبات ليصل ما بين 60 إلى 90 سنتيمتر طولا وعرضا، تعتبر قليلة الحاجة للعناية، أكثر ما تحتاجه هو النيتروجين للحصول على أوراق نضرة، والبوتاسيوم للتشجيع على إظهار أزهار قوية كثيفة. محبة للإضاءة الساطعة ولكن بدون شمس مباشرة، لا تحتاج الرطوبة ولذلك لا ترش برذاذ الماء، وريها يكون بعد جفاف السطح العلوي بما مقداره من 2 حتى 3 سنتيمتر. لابد أن تصل لعمر 3 إلى 4 سنوات حتى تزهر، وهذا يعني أن يكون لها 12 إلى 14 ورقة. ولكي تزهر بكثافة فيجب أن تحظى بليال باردة في فصل الخريف ولمدة شهر، وبعد ذلك يقلل عليها كمية الماء لمدة من 6 إلى 8 أسابيع. يمكن تكاثرها بالبذور ولكنها صعبة وبطيئة النمو، وبالتقسيم في أي وقت من السنة، ولن تتأثر إذا انكشفت جميع جذورها للهواء، حيث سيكون ذلك أسهل في تقسيمها وإعادة غرسها بحوض آخر ووضع تربة جديدة. نبات الكليفيا إبصال معمرة مزهرة، الأوراق شريطية عريضة مقوصة سميكة من الجزء القاعدي، وتخرج الأوراق متجمعة من ساق قصير سميك. ينمو الحامل الزهري وسط الأوراق ويعلو عنها بنورة كروية الشكل، مكونة من أزهار كبيرة الحجم، لونها أحمر أو برتقالي كما ترون، عددها حوالي 12 حتى 20 زهرة في كل نورة. التزهير في الربيع والصيف، ورغم قصر فترة التزهير فإن النبات يستخدم في تزيين المنازل لجمال أوراقه. يكاثر الناس جنسيا بالبذور أو خضريا بالخلفات.
احتياجات النبات تربة خصبة غنية بالعناصر المعدنية، ري وفير طيلة أيام السنة مع تقليله في فصل الشتاء. ينقل النبات إلى سندانه أكبر عندما يكبر بالعمر والحجم. عندما تنمو زهرة الكليفيا في نطاقها الأصلي فإنها تتسامح مع الصقيع الخفيف فقط، ولكن بخلاف ذلك من الظروف فهي تنمو بسهولة، ويتم زرعها في الهواء الطلق فهو الأنسب، ويتم سقيها جيدا خلال الأشهر الأكثر دفئا وتركها تجف لفصل الشتاء في الداخل، وتقوم بإعطاء إشارات واضحة عندما تحتاج إلى رعاية، وتشير البقع الصفراء على الأوراق إلى وجود الكثير من الماء في قلب النبات، وإذا انقسمت الأوراق عموديا فإنها تحتاج إلى مزيد من أشعة الشمس، وتتفتح هذه النباتات الناضجة من ديسمبر إلى أبريل، وإذا لم يظهر ساق زهرة فهذا يعني أنه تم سقيها بحرية كبيرة من أكتوبر فصاعدا. الآفات التي يجب مراقبتها هي المتسلقات، فعندما تضع زهور الكليفيا في الهواء الطلق فهي المفضلة لدى القواقع التي تتغذى على الزهور. يمكن زراعة نبات الكليفيا كنبات عشبي معمر في المناطق الأكثر دفئا، كما أنه يقدم بيانا جريئا في المناظر الطبيعية عند زراعته كإضافة موسمية بشكل دائم أو سنوي في المناخات الباردة، وتعطي أوراق الشجر لهذا النبات نسيجا قويا للتصميم في منطقة سانت لويس، حيث تزرع زهور الكليفيا بشكل أساسي كنبات داخلي وتزدهر، فهي تشكل نباتات أصيص ممتازة لا تحتاج إلى صيانة، وتزهر خلال الشتاء وأوائل الربيع، مما يعطي اللون لحديقة داخلية مثل هذا اللون الذي ترونه أمامكم. ولا تنسونا من لايك والاشتراك، وشكرا لكم ولتشجيعكم.
شنو قلتي؟ طير طير. اجا نصورك انت مقمزه بحال تقول يا واش تقول فيه جري على الذي يرجع له عندك يكون مسموم القتل ويلي غترس اربعه ما تجريهمش بحال هكا تجري عصا ديال بلاتي بلاتي فين كبعده